بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشاري صاحب السمو رئيس الدولة، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم فعاليات يوم الشهيد وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم أن أبطالنا الشهداء البواسل سيخلدون في تاريخ دولة الإمارات بما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق ودعم الشرعية في اليمن الشقيق لضمان مستقبل زاهر وأمن الأجيال القادمة. وما يسعني في هذه الذكرى إلا أن أتقدم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالشكر والتقدير لتكريمه أبناءه شهداء الوطن بيوم يخلد ذكراهم فيه، ألا وهو يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام. واستهل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفعالية التي تنظمها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بافتتاح معرض الشهيد للصور الفوتوغرافية والتي تضمنت صور أصحاب السمو الشيوخ لدى زيارتهم لأسر الشهداء ولوحة 71 شهيدا وصورا لجنودنا البواسل. ومن ثم عرض فيلم قصير لشهداء الوطن. وفي الختام التقط سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع أسر الشهداء والمنضمين والمشاركين في الفعالية.